باب سبحان الله باب الصفات قابلنا على الدكتور حفيظ الرحمن وكان عنده مشكلة بعلاج زوجته وحل الموضوع يعني بكل سهولة وبساطة وارشدنا على الدكتور بتما كومار إجراء عملية قص معدة قابلنا مع الدكتور بتما كومار وشرح لنا العملية وأسبابها ونتائجها وكذا ودرسنا الموضوع وقررنا اتخاذ العملية وسوينا الفحوصات اللازمة وسوينا عملية لكن اللي حب نوصله الدكتور بتما كومار دكتور عالمي دكتور لا يعلى عليه كانت طريقة في العملية طريقة جدا رائعة جدا جميلة يعني تتخيل ان الشخص يطلع من غرفة العمليات ما يحس انه كان يسوي عملية ما يحس انه في جرح صار له ما يشعر بأي ألم شيء غير طبيعي يعني طبعا فكان شيء تصور يعني صراحة مستشفى مثل مستشفى دولة حديث يعني يمتلكون نفس هذا الدكتور يعني ميزة المستشفى وميزة الدكتور بنفس الوقت يعني يعني سبحان الله المستشفى يستقطب يعني كوادر جيدة وكوادر ممتازة يعني فأسوي العملية وكانت يعني ما لها أي أضرار ولا أي شيء من نسمع أن في أضرار من العملية أبدا نهائيا ولا كأن شيء تستمع التعليمات أنت أمورك يعني في السليم وجدا يعني سبحان الله يعني الدكتور جدا رائع المستشفى جدا مميز رعاية اهتمام يعني كيرم بطريقه لا تتصور يعني تحس كانك قاعد يعني مع ان انت يعني مسوي عمليه قسم عادي لكن تحس كان خدمتك 5 نجوم يعني كانك شيء جناح ملكي يعني فتتبع يعني سبحان الله تتبع التعليمات تاخذ النصائح ما تحس باي شيء مجرد 6 اشهر خلاص يعود الوضع طبيعي ولا كانك سويت عمليه ولا تنسى ان انت سويت عمليه وتحصل النتائج المرجوه ومن باب الصدفة كذلك سبحان الله قابلنا هنا في المستشفى الدكتور كريشنا وكان شاف قال اوه زوجتك حامل انا عندي دكتورة ان شاء الله بتساعدكم في كل اموركم ومين دكتورة قال دكتورة جوزيفين الله اكبر نسأل عن دكتورة جوزيفين نقرا تاريخها اوه ما شاء الله هي 35 سنة في البلد الله اكبر شو الحظوظ يعني كلها تواضع يعني المستشفى دائما يستقطب يعني كفاءات بطريقة لا تتصور ممتازة المهم راجعنا مع الدكتور شيخ صفين الحمد لله رب العالمين حتى وصلنا لمرحلة الولادة صار موضوع الولادة هني اللي يتميز فيه الدكتورة جوزيفين خبرة عالية ويعني خبرة ما شاء الله وضعتها في الحالة هذه مع الدكتورة جوزيفين كانت ولادة جدا ممتعة وضعت كل خبرتها في الموضوع صارت الولادة الطبيعية الممتازة سبحان الله يعني سهلت الامور فالاستاف القائم معاها كذا تخيل انت عندك دكتورتين دكتوره جوزيفين دكتوره اخرى وثنتين نيرس وغير الاستاف كلهم في خدمتك بعدين تطلع من غرفه العمليات في المستشفى يقدم لك الرعايه يقدم لك اهتمام يقدم لك يعني اي شيء ما في شيء ينقصك اي شيء يقدم لك اللي تحتاج يعني صراحه المستشفى الدولي الحديث فعلا من الدولي انترناشونال يعني بمعنى الكلمة يعني والحمد لله رب العالمين ويعني ما شاء الله عليهم ان شاء الله للامام وللتطور مزيد من العالمية ان شاء الله يسعدنا باذن الله. كلمة أخيرة أنصح أي شخص يعني يعاني من أي مشكلة مرضية سواء كولادة سواء كأمراض أخرى أنه يأتي المستشفى هذا المستشفى الدولي الحديث متميز بجميع أقسامه من قسم أطفال إلى قسم جراحة إلى قسم جلدية إلى قسم عيون إلى أقسام أخرى متميز بجميع الأقسام المستشفى دائما يستقطب أعلى الكفاءات فتعالوا وجربوا ما راح تندموا إن شاء الله شكرا لكم Thank you.